شايف ان شاء الله هتخش لسه عندك انا تخش اللي كنت بتحتاج عشان ربنا كبير يا عم ولا حاجه ربنا يديك التوفيق عليهم. اخبار الامتحان ايه؟ حليت ولا ايه؟ حليت كويس كده ثانيه قول لي بقى الامتحان كان يعني كان عامل ايه ولا انت عملت ايه بالظبط؟ كويس. هو بس المقالي كان وحش شويه. ايه المقالي بس اللي كان وحش شويه لكن الامتحان نفسه كان كويس. كلمني عن اصابتك وازاي كنت بتستعد للامتحان وانت رجلك وجعاك وبتروح وبتيجي بهدله. بقعد على السرير بس اذاكر وبنزل اخلي حد من اصحابي يجي يسالني. اصحابك بقى احكي لنا عن اصحابك واحكي لنا شويه عنهم. اصحابي يساندوني والله مش بقدر امشي لوحدي. تحب تقول لهم ايه؟ ربنا يخليهم ليا. شايف وقفوا جنبك؟ طبعا. نرجع لامتحان الديناميكا. قول لي بقى انت حليته في قد ايه كله ولا خد معاك؟ هو يا دوبك الوقت بالظبط بس المقالي بس هو اللي كان وحش شويه. الامتحان في مستوى الطالب الايه؟ متوسط عادي بس المقالي عالي شويه. المقالي يعني تركات بقى صغيره. يعني اللي مذاكر كويس وفاهم يقدر يقفل الامتحان. معاه طبعا مثلا ثلاث اسئله مثلا اربعه كده فيهم تركات سته. بالنسبه للتفاضل والتكامل انهي احسن؟ لا ده طبعا الامتحان كان فوق متوسط مش سهل ومش صعب بس الوقت فيه ازمه صعبه يعني ازمه كبيره قوي الوقت ما بيكفيش خالص. قول لي في تكات ولا لا؟ لا الامتحان كويس بس الوقت ايه مشكله الوقت دي مني كل امتحانات الماس عامه هي مشكله الوقت كل امتحانات الماس في عندي سؤال حوالي رقم سؤال 10 15 انت تلاقي مفيش غير 10 دقايق معاك فتضطر تعمل بابل شيت تعمل المقالي غصب عنك في سؤال انت طالب بتعملهم اي حاجه عشان ما تكونش فاضيين يعني هي الوقت سيء جدا الوقت وحش قوي. شايف الديناميكا؟ يعني عاوزين نعرف الجمهور بقى ان دي الديناميكا. دي الديناميكس. تمام ماشي بالتوفيق.